السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم خبز تورتيلا، يعني خبز التاكوس اللي كيجي رائع وناجح 100%. كيجي منفوخ من الداخل وما معجنش، كيجي رطب بالعجينة السائلة بدون عجن وبدون دلك وبمكونات جد اقتصادية، وأنا متأكدة عمرك ما تستغني على هذه الطريقة. فتبعي معي الفيديو لآخره عن طريقة التحضير والمكونات هذا الخبز. بسم الله وعلى بركة الله، نبداو في المقادير وطريقة تحضير هاد الوصفة. اللي غنحتاجو هنايا 3 كيسان ديال الماء، هنا الماء عندي الماء عادي ديال الصنبور، كندير 3 كيسان ديال العنبة ديال الماء، وهنا عندي ملعقة صغيرة ديال الملح وملعقة صغيرة السكر سنيدة، وغنضيفو 3 كيسان ديال الدقيق. بالنسبة للكيسان نفس الكاس كنعبرو بيه، صافي كندخلوه مع داك الماء. عفوا هنا تقطع ليا يعني التصوير، فقط كندخلو داك الدقيق. هنا عندي 3 كيسان ديال الدقيق فقط، يعني كنديرو 2 كيسان، والثالث كنديرو تدريجيا باش يعني انا اغسل ليا 3 كيسان ديال الدقيق تماما. كتشكل العجينه بهذا الشكل، ومن بعد كنزيدو 3 الملاعق ديال الزيت النباتي، اللي يمكن لك ايضا تعوضيه لزيت الزيتون، وكتجيك العجينه بهذا الشكل، يعني كتجيك بحال العجينه تقريبا ديال البغرير، كتجي شويه خفيفه على الاعلى ديال البغرير، كتجي بهذا الشكل كما كتلاحظي. وكنجيبو هنا مقلاه ضد الالتصاق اللي كنديروها فوق النار، تكون متوسطه ما تكونش منخفضه وما تكونش مجهده، يعني تكون النار منخفضه شويه. وكنديروا فيها داك يعني كنديروا فيها واحد المغرفه ديال داك الخليط ديالنا. بالنسبه يعني كنديروا واحد المغرفه صغيره باش ما يجيناش الخبز معجن، كنديروها رقيقه ونحركوها حتى كتعطي يعني حتى كتغطي لنا السطح ديال المقلاه، ونخليوها حتى تنشف. ملي كنشوفوها نشفت يعني كتبان لك انها كتطلع من الشناب، كنخليوها حتى تنشف. بالنسبه للعافيه يعني ما تكونش منخفضه وما تكونش مجهده، لان الا كانت منخفضه فما غاديش يتنفخ لك هذا الخبز. صافي بالنسبه للخبز كنخليوه حتى كيبان لينا نشف، كنقلبوه فقط بيدينا، ما نستعملش الملعقه الخشبيه ولا الملعقه باش ما نتقبوهش باش يتنفخ لينا، الا تقبنا ما غيتنفخش لينا. صافي كنبقاو نقلبوا فيه بهذه الطريقه، يعني نقلبوا ونحركوا فيه حتى يتنفخ لينا. كيتنفخ بكل سهوله. بالنسبه للعجينه يعني خلطتها وبديت كنطيب فيها في نفس الوقت، يعني ما خليتهاش ترتاح لان ما فيهاش الخميره، فما كتحتاج انها تخليها ترتاح. يعني انتي بغيتي تخلطيها وتطيبيها في نفس الوقت كطيبيها، بغيتي تخليها ترتاح كتخليها ترتاح، فما فيها حتى اشكال وما كتبدلش النتيجه لهذا الخبز، كيجي ناجح الا خليتيها ارتاحت اولا كطيبيها في نفس الوقت. وهنا صافي كنبقاو نقلبوا فيها حتى كتنفخ لينا، كتنفخ بكل سهوله. وكنعاودوها وكنعاونوها بشي ملعقه ديال الخشبيه اولا ملعقه ديال البلاستيك حتى كتنفخ لينا بهذا الشكل. بالنسبه لهذا الخبز يعني ما كنطيبوش مزيان، فقط كنحمروه شويه صافي، لان غندوزوه مازال في البريصه اولا في الاله ديال الطاكوس. كما كتلاحظوا كيجي من فوق ومهوي من الداخل، يعني ما كيجيش معجن، رائع فعلا، عجينه سهله وبسيطه وناجحه 100%. جا رائع وحسن من اللي كيتباع في الزنقه. يعني بعض المرات كتجيبي خبز الطاكوس كتلقايه معجن من الداخل، هذا ما كيجيش معجن من الداخل، كيجي كله مهوي من الداخل كما كتلاحظي، حتى ولو ما فيهش الخميره فكيتنفخ بدون خميره، كيتنفخ فقط تكون العافيه ما مجهدش وما تكونش منخفضه عاوتاني بزاف، تكون متوسطه. صافي كنبقاو بنفس الطريقه حتى نكملوا يعني الخليط ديالنا كامل، كنبقاو نديرو فيه بنفس الطريقه.
بالنسبه للبنات يعني الا بانت لكم شي بلاصه بهذا الشكل يعني مثقوبه كنديروا لها شويه العجينه وكنسدوها كما كتلاحظوا يعني واخا يعني واخا كتهرس لك ديري لها شويه العجينه وغتسد لك عاوتاني وغتنفخ لك صافي. كنبقاو نقلبوا فيها ضروري نبقاو نقلبوا فيها ما نخليوهاش يعني نتسناوها تنفخ لينا بوحدها ضروري نبقاو نقلبوا فيها بيدينا ونساعدوها ايضا بالملعقه باش تنفخ يعني ملي كنشوفوها كتبدا كتنفخ كنورقوا عليها من الجناب كما كتلاحظ البنات تقريبا كنقلبها ثلاثه المرات عاد كتبدا تنفخ كتقلبيها ثلاثه المرات هذا كتبدا تنفخ لك كما كتلاحظي يعني الوجه اللي كيكون لك على الفوق مره الاولى هو اللي كتنفخ لك عليه كما كتلاحظي وكنبقاو بنفس الطريقه حتى نكملوا جميع الخليط اللي عندنا كنبقاو يعني نطيبوا فيه بنفس الطريقه. بالنسبه للبنات الا كانت كتسخن لكم المقله ديالكم فيمكن لكم تدوزوا عليها شي منديل فيه الماء اولا يعني ديروا فيها الماء كما كديروا البغرير يعني الا كنتو كدوزوا فيها الماء باش ما يتحرقش لكم. بالنسبه هنا تعمدت نخلي لكم هذه يعني تقطعات ليا ملي بغيت نقلبها ولكن واخا تقطعات راه كيتنفخ يعني كيتنفخ وغا على سبه كيتنفخ ما تخافيش منه كيتنفخ واخا تقب لك. انا في الاول كنت يعني كنخاف يتقب ليا ولا فلاحظت ان واخا كتقب كتورك على ديك البلاصه فين تقبات وكيتنفخ لك بكل سهوله كما كتلاحظوا كلهم تنفخوا ليا حتى وحده ما يعني ما بقات معجنه كلهم تنفخوا. فقط السر في العافيه ما تكونش العافيه منخفضه بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز التورتيلا اللي هضرت معكم اليوم كما كتلاحظوا كيجي هشيش وكيجرطب بهذا الشكل فقط اللي طيبتها كنغطيها بالمنديل كما كتلاحظوا يعني واخا كنورك عليه ما كيتعجنش كما كتلاحظوا كنورك عليه مزيان وما كيتعجنش كيبقى رطب. فقط اللي طيبتها كنغطيها بالمنديل وسهل في الاشكال كما كتلاحظوا. وبالنسبه للبنات ما كنحمروهش مزيان حيت غادي نبريصيوه مازال ونعمروه في الشكل اللي بغينا كما كتلاحظي يعني كيتشكل لينا بكل سهوله. كنتمنى ينال اعجابكم. بالنسبه ليا انا خرج ليا 9 الحبات لان عندي المقله متوسطه ما عنديش كبيره بزاف ولا بغيتو يعني يخرج لكم كميه كثيره يمكن لكم تضعفوا المقادير. فانا درت يعني 3 الكيسان تاع الماء ودرت معاه 3 الكيسان تاع الدقيق يمكن لك ديري 2 كيسان ونص تاع الدقيق وداك النص شوفي القوام ديال العجينه ديالك يعني باش ما تلجكش اولا الا كاع درتي 3 الكيسان تاع الدقيق الا جاتك العجينه ثقيله يمكن لك تزيدي شويه الماء تترخ فيها شويه المهم ما تلجكش العجينه ثقيله بزاف راه شفتي القوام ديالو. الا بغيتي تضعفي المقادير كتضعفيه فيعني هو ناجح 100% باي طريقه يعني ما فيش شي قاعده انك تقولي تخافي منه ما ينجحش فهو ناجح 100% كما كتلاحظوا. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وهاد طريقه تحضير الطاكوس تنال اعجابكم فعلا سهله وبسيطه بدون عجن وبدون ذلك يعني كل اللي كيديروا بالمدلك ما كتجيش هذيك الدايره دايره وكيجيها يعني واعر ديك التدلاك وتطلق ديك العجينه تلقيها تكون رقيقه. فهاد الطريقه فعلا سهله وبسيطه وناجحه 100% واقتصاديه ووفري في وقتك كتحضريهم في وقت وجيز فقط 5 دقائق كطيبي العجينه ديالك كامله. كنتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم وان شاء الله تحضروهم لشهر رمضان وتخزنيهم في المجمد. اما طريقه التخزين يعني كديري وحده فوق وحده وكديريهم في شي كيس بلاستيكي وكتخشيهم في المجمد حتى النهار كتبغيهم كتخرجيهم وتخليهم حتى كيديكون جلاو وتحضري بهم الطاكوس اللي بغيتي. ان شاء الله البنات غنحضر معكم الطاكوس بهذا الخبز اللي شاركت معكم اليوم يعني هذا الخبز ديال التورتيلا. وبالنسبه اللي ما تابوناش معنا في القناه فيتابونا معنا وإلا عجبك هذا الفيديو واستفدتي معنا ولو حاجه قليله فما تنسيش ديري لنا جيم لهذا الفيديو
وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في موعدنا في الفيديو القادم إن شاء الله.